احنا كده لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. مساء الخير يا أهلا جماعة، بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور، منورنا حضرتك يا دكتور محمد. أنا مبسوط إن أنا معاكم جدا، والله كنت مستني، يعني كنت مستني النهاردة إن أنا أتواصل معاكم وأعرف أتكلم معاكم، ويا رب إن شاء الله أعرف أفيدكم إن شاء الله. أنا مبسوط إن أنا معاكم. دي حاجة تشرفنا خالص وتفرحنا خالص يا دكتور بجد. ربنا نستنى يخليك، كده ربنا الناس يخليك. تتجمع شوية. على ما كانوا مع انا عارف ان انا الميعاد كان 9 يا جماعه، وانا حاطط له تمام. 10، لكن سوري كان غصب عني 11. الصوت بس حد يكتب لنا كده، الصوت واضح ولا ايه؟ دكتور محمد الصوت قطع، حضرتك عملت ميوت او كده؟ لا، الصوت كده كويس، انتوا عيني. حضرتك سامعني؟ انا سامعك كويس. انت سامعني كويس؟ الصوت كويس كده؟ سامعني يا دكتور؟ أنا سامعك كويس، أنا سامعك كويس، أنت طيب سامعني تمام. كويس؟ كده سامعني حضرتك كويس. اخبار حضرتك ايه؟ الناس بدأت تيجي ان هي تنور، كله تمام. منورنا في سلسلة علمي ينتفع به، ومستنيين حضرتك أنا تكلمنا فيها مبسوط في إن أنا شوية معاكم النهارده. بوينتس كده. طيب انا بس مش شايف مين اللي معانا بالظبط، يعني انا مش شايف الناس، مش شايف، بالتالي هيبقى واقفين عندكم اكتر. يعني اوكي لو هنتكلم مش بس علميا، مش عايزين بس نتكلم في الكيسز والحالات، وازاي نعمل كراونز وازاي نعمل بيرز، وايه الحالات الاكسبتد، وازاي نخلي البيشنت يبقى راضي على اللي بتعمله. عايز احنا عايزين نتكلم على موضوع جنرالي، لان احنا عارفين دلوقتي ما بقاش قصه عيادات اسنان بس، بقى الموضوع موضوع سنتر متكامل، سنتر فيه كل التخصصات، وده بيتطلب هاو تو مانج، ازاي ندير المنظومه دي، ازاي نهندل البيشنتس، ازاي نخليهم فولي ساتسفايد. ولازم نبقى عارفين ان دكتور السنان بالذات الساتسفاكشن بتاع البيشنت اللي بيدخل عياده الاسنان مش بس لما بيلاقي علاج كويس، او الدكتور اللي هو دكتور كواليفايد وشاطر وفاهم شغله، لا كمان الويتنج اريا والويتنج روم وطريقه الاستقبال بتاع العيان، وازاي نهندل الكيس نفسها، طريقه الكلام ما بينها وبين الحاله، ازاي بنتكلم معاها، ازاي بنبدا نقنعه باللي احنا هنعمله. الفكره انك ازاي تبقى اعتبر نفسك كدكتور انت برودكت، انت براند نيم، انت سلعه، السلعه دي المفروض انك ازاي تبيع شغلك، ازاي تقدر تقنع البيشنت بنفسك، مش بنفسك بس انك كدكتور ومش هتخليه يحس بالم والاند ريزلت والنتائج بتاعتك تبقى كويسه، لا ازاي تقنعه بالكاركتر بتاعتك. علاج الاسنان بياخد جلسات كتيره، فبالتالي في كل مره انت بتتعامل مع العيان لازم يبقى بنفس الامبريشن اللي العيان واخده من اول جلسه هو جالك فيها. عايز كمان اتكلم معاكم على هاو تو ماركت، ازاي تسوق نفسك، ازاي تحسس البيشنت ان هو جه المكان المظبوط، ازاي تحسسه انه يتعامل مع الدكتور المظبوط. كل الحاجات دي بتيجي بالمانجمنت وبالهاندلنج، هاو تو هاندل ذا بيشنت. اللي انا شايفه ان الفتره الاخيره في دكاتره كتير بتدي كورسز اون لاين، ودكاتره طبعا كلهم دكاتره كويسين وانا بشوفهم وبتابع الحاجات دي بصراحه. فده الشق العلمي اللي هو انا بعتبره نص الموضوع، نص الطريق، انك تعرف تمشي مع البيشنت وتطلع له ريزلت كويس. متهيألي فانا في انتظار برضو اسئلتكم، اللي كنت بساله تسالوني قصه المانج، ازاي هاو تو مانج يور كلينك، هاو تو مانج يور سنتر. بس مش شايف في حد معانا ولا لا؟ سوري يعني. هي الناس بدات تتابع اهي معانا، واحنا كنا عايزين نستفيد فعلا من حضرتك في النقطه دي. ازاي حضرتك تعرف تعمل مانجمنت للكيس، والكيس ازاي تبقى فاهمه التريتمنت بلان، وتفهم مثلا لو حاجه اتغيرت في نص التريتمنت بلان تقدر توصل لها البوينت دي ازاي، وهي وتقنعها ان هي تتقبلها. مثلا لو توش محتاجه احسن ان احنا نعمل لها نحافظ عليها، مثلا ما نعملهاش اند واحنا بنعمل لها كراون وهي سمعت ان كده هتأسس، وهي مصممه مثلا الواي اللي حضرتك بتاخده علشان البيشنت اكسبت التريتمنت بلان اللي حضرتك حاططها. طبعا. بصي بقى، هو الموضوع بيبدا من قصه، من فكره او من خطوه التريتمنت بلان. هي التريتمنت بلان هي اول الامبريشن عم بياخده،
فكره انك تعمل شو، سوري في اللي انا بقول شو، انك تعمل فيديو ده هي القصه. ازاي تشرح التفاصيل بتاع كل حاجه هتعملها البيشنت بطريقه هو يفهمها، هو دي اهم حاجه. هو العيان لو حس ان انت عملت تشخيص مظبوط واقتنع بالتشخيص بتاعك مظبوط، هو في الاخر يعني نص الطريق خلاص انت عملت. الفكره بقى التريتمنت بلان، ايه التولز اللي عند الدكتور اللي يخليه يعمل تريتمنت بلان مظبوطه؟ اول حاجه هو علم الدكتور، علمك وانك ملم بكل شغلتك يعني. تاني حاجه في تولز الاكس راي، هو لازم يبقى عندك اكس راي متطوره جدا بحيث العيان يقدر يقتنع انك عملت تريتمنت بلان بناء على اشعه متطوره وحديثه جدا، فبالتالي هتوصل للريزلت اللي انت عايزه. ده الكلام ده اللي احنا بنقوله للبيشنت، ان ازاي تعمل القصه دي. الاكس راي اللي موجوده دلوقتي اللي هي سي تي كومبليت اكيد كلكم عارفينها، يفضل جدا ان يبقى السي تي كومبليت دي موجوده عندك في العياده. وعايز اقول لكم ان السي تي كومبليت دي اهم بكتير من حاجات ثانيه ممكن شايفينها مهمه وهي لا، هي السي تي كومبليت او نوع الاكس راي ده هو اهم حاجه اصلا في الخطه العاجيه بتاعتنا. بس عملنا تقف تشرح للبيشنت على سكرين معينه وهو شايف الاشعه وشايف اللي انت بتشرحه له، مثلا في ابسس هو شايف الابسس وشايف الابسس بريبيكالي عامل ازاي، شايف ان في تسوس هو شايف التسوس في الاكس راي انت بتوريه له، وان التسوس ده واصل للعصب فبالتالي هيعرف يبقى شايفه بعينه عارف انت هتعمل ايه. التسوس بقى واصل العصب او مش واصل العصب، طب ازاي تقنع العيان مثلا يعني اذا كان التسوس ده هو مش واصل العصب؟ بس احنا في بعض الحالات هو ممكن يبقى العصب مش اكسبوزد، بس احنا هنبقى مضطرين نعمل روت كانال لو السنه بدلي ديستراكتد والسنه محتاجه بوست وكور عشان يحصل ريتنشن للفيلنج او يحصل ريتنشن للكراون. كل ده هيجي ازاي يا جماعه؟ هيجي انك تقنع العيان في حاجات هو بالنسبه له هي مش منطقيه. يعني ايه الترس ما بيوجعنيش وحضرتك عايز تعمل لي حشو عصب؟ ما هو ممكن ما يوجعكش لان انت في بالب نكروزس. نبدا نسال نفهمه ان البكتيريا اللي موجوده في التسوس ادت ان العصب ده مات، فبالتالي انت ما عندكش احساس بفين دلوقتي، لكن كان هيحصل بين بعد كده نتيجه البرابيكيشن نتيجه ان هيحصل وشك هيورم وي وي وي. نبيت له نقول له الكلام ده ازاي، فبدايه هو بيقتنع انه يعمل حشو عصب ومقتنع بيه. ما تدخلش العيان في حشو عصب من غير ما تشرح له، لان ممكن يحس بين وهو اثناء العلاج هو ما حسوش قبل ما يتعالج. هو حسوش لان البلب نكروتيك، لكن هيبدا يحس بشويه وجع بعد ما بيعمل اول جلسه في الروت كانال، هيبدا بيحس لو حطيت له ميديكيشن جوه كالسيوم هيدروكسيد ما شابه هيبدا يحس بشويه بين، فبالتالي هو بدا يتوجع. فممكن يرجع يقول لك طب ما انا ما كنتش اصلا موجوع وحضرتك خليتني اتوجع. هتبدا تشرح له انا خليتك تتوجع في اول جلسه ان احنا بنعمل تنظيف شهدت وسيرفايف شهدت ده يعرف يكمل. فهماني؟ يعني حضرتك بتستثمر وقت في ان انت حضرتك تفضل تشرح للبيشنت كل الخطوات اللي احنا بنعملها. طبعا مش يلا هنعمل كذا وهو المفروض يسمع كلامه. لا 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 اسمع كلام، ما حدش دلوقتي البيشنت بقوا فاهمين احنا بنعمل ايه. البيشنت بقى عندهم نولج بطب الاسنان وعارفين ايه اللي بيحصل واللي بيتعمل والحشو يعني ايه والتركيبات يعني. خلاص الموضوع مش زي زمان بصراحه. اوكي طيب، وبالنسبه مثلا للتيم ورك، التيم ورك ازاي نعمل نقدر ان احنا نعمل ننظم العمل ما بين بعض ازاي؟ دي القصة بقى. ما بين الدنتست ازاي مع بعض وبعد كده بينهم وبين اللاب بيبقى ازاي؟ طيب خلينا مبدئيا نتكلم ان الكوميونيكيشن اللي بيحصل ما بين الدكاتره مش بس هيبقى بالكوميونيكيشن ان دايركت واي، هو مفروض ان اندايركت واي، ان احنا عن طريق السيستم او السوفت وير اللي موجود في العياده كل معلومه عن العيان بتتقال لازم تتكتب على الكمبيوتر على السيستم، بحيث الدكتور التخصص الاخر اللي هيبدا يشتغل يعني دكتور الاندو اشتغل هيبدا يروح العيان يعمل بوست وكور مثلا عشان يبدا يعمل كراون، ده يبقى دكتور تاني مش دكتور الروت كمان. فبالتالي هو شايف على السيستم ان اللي عنده بيخاف او ما بيخافش، اللي عنده جرعه الاكل الاناستيزيا بتاعته قد ايه عشان ما يحسش بوجع. العيان ده لو عمل بوست وكور لازم نشرح للعيان هتقول ايه، في ناس بتحب تسمع وفي عيان ما بيحبش يسمع. كل الداتا دي بتبقى مكتوبه على السوفت وير ده بحيث الدكتور التاني او التخصص الاخر
اللي هيكمل مع البيشنت ده يبقى عارف هو بيتعامل مع ايه، مش لسه هيبدا يسال البيشنت انت بتخاف ما بتخافش، طب جرعه الانفيزيا بتاعته قد ايه، المفروض يبقى مدفون. العيان لما بيلاقي كل السيركل اللي هو بيلف فيها في الكلينك مظبوطه خلاص بيطمن. العيان اللي اطمن ده وخلص الكلينك بتاعته السلام بتاعته وهو مطمن هيعرف ده يفضل العيان بتاعك طول العمر. احسن ماركتنج واي لعيادتك الورد اوف ماوث، ان العيان ده بيقول لي ده وده بيجيب ده وده بيقول لي ده كده الدنيا، هو ده احسن ماركتنج واي. انا شخصيا للناس اللي متابعيني وعارفيني انا جربت كل نوع الماركتنج، هي فترات في الاول انت عايزه انتشار وعايزه تعرف وشك وتعرف اسمك، وبعد كده خلاص انت عايزه تقدمي سيرفيس علاجيه مظبوطه. ويمكن انا اللي متابعني يعني مقل شويه في الماركتنج، ما بعملش التسويق زي ما كنت بعمله من 4-5 سنين، لان انا في الاخر عايز ابقى مشهور وسط العيانين مش وسط الناس مش وسط الدكاتره، انا عايز ابقى وسط البيشنت دول في الاخر انا هم دول انا فاتح لهم الكلينيك. تمام حلو جدا. طيب ومع اللاب بقى الكوميونيكيشن ما بين الدنتست واللاب، والاحسن يبقى لاب تكنيشن ولا يبقى دنتست بيحب اللاب ورك وهو يشتغل الحاجات دي، ولا حضرتك جربت؟ طبعا يعني انا طيب. انا شخصيا عندي المعمل بتاعي، عندي معمل بتاعي بجهزه، فاللي بيشتغل في المعمل هم تكنيشنز اند دكتورز، الاثنين لازم يبقى في كومبينيشن ما بين دول ودول، ده في حاجات هيفهمها وده في حاجات هيفهمها. الاهم بقى من قصه اللاب عينك انت، ودايما بقول عين الدكتور، هو حضرتك عينك بتشوف الديفوهات ولا بتشوفهاش؟ في ناس بتبقى عامله حاله تحس ان الحاله عاديه، بس هي مش عاديه، هي حاله حلوه جدا، هي حاله شكلها حلو جدا، وفي ناس يبقى شايف ان الحاله مش حلوه والدكتور مش واخد باله ان الحاله مش حلوه. فهو في الاخر اللاب والمعمل بتاعك هو اللي بيعرف دماغك ايه وبيعرف انت بتحب ايه وبتحب تدليفر ايه للعيان. هو اللي هو السمايل والسمايل ميك اوفر ده ليه علاقه بذوق الدكتور على فكره، مهما العيان قال ومهما العيان كان ليه وجهه نظر بتحطها في العلاقه جدا، بس في الاخر هو جاي لك عشان كواليتي معين وذوق معين انت اللي بتعمله، انت كدكتور اللي بتعمله، وده الفرق على فكره. يعني حضرتك ممكن تضيع وقت، انا بجهز للحمله دي. طبعا حمله ايه؟ انا بجهز لحمله ان ازاي نوحد السمايل ديزاين اللي موجوده في مصر. يعني عايزين انا بحب ابقى حابب جدا لما اشوف حالات على السوشيال ميديا حلوه ببقى مبسوط. يعني في دكاتره بتتضايق على فكره، انا بالنسبه لي ببقى مبسوط، انا عايز كل الناس تطلع كواليتي كويس، احنا عايزين سمعتنا في طب الاسنان على مستوى الوطن العربي ما سمعتنا كويس، ده اللي هيفرق معانا. صح دي بتبقى حاجه حلوه، بس اكيد مش هنوحد السمايل ديزاين، كل بيشنت ليه سمايل ديزاين مختلف، نعمل سوفت هنوحد الكواليتي، نوحد الكواليتي اللي بيطلع. طبعا السمايل ديزاين ده حاجه ديجيتال بتتعمل، يعني احنا دلوقتي بنعملها ديجيتال ان العيان قبل ما يعمل سنانه اصلا يشوف السمايل ديزاين بتاعه، وده بيشوفه مش عشوائي طبعا، هو فيه طبعا مش موكب بس، مش بس موكب، احنا بناخد الاول صور معينه، الصور دي بنعمل ديزاين على سوفت وير على الكمبيوتر بيشوف شكله بيشوف وشه قبل ما يحط حتى الموكب بتاعه، وبعد كده الخطوه اللي بعد كده يحط الموكب. بس هو الموكب ده في احيان كتيره بنحتاج نحطه بعد الريدكشن، لان في اوقات لما بنعمل فينيرز ونحط الموكب قبل ما بنعمل ريدكشن بيحصل ضب وبترتوجر فعم بيتخض، ففي اوقات كتيره بنحتاج الموكب ده يتحط افتر ريدكشن مش بيفور ريدكشن. اللي بيشوفه قبل بيفور الريدكشن هو الدي اس دي او الديجيتال سمايل ديزاين اللي احنا عارفينه، ده اللي ممكن يشوف، وده الفرق طبعا. طيب يا دكتور في نقطه، يعني حضرتك لما تحط الموكب للبيشنت هل حضرتك فعلا بتاخد راي البيشنت في الموكب وتقول له رايك ايه، واختلاف الماتيريال ما بين الكومبوزيت او الريزن ماتيريال بتاعت التمبري والفاينل سيراميك، في فرق ما بين الاثنين والبيشنت مش بيبقى ملاحظ طبعا الحاجات اللي احنا بنلاحظها، فازاي حضرتك بتوصل له النقطه دي ان في فرق ما بين الموكب اللي احنا بنعمله والفاينل ريستريشن، حتى لو في الماتيريال اللي هيديني برضو اختلاف في الشيد لو بسيط. بس يعني هو العيان مش هيقتنع يا دكتور رضوى، بس هو العيان مش هيقتنع بس بكلام، يعني هو انت هتحطولي موكب وهتفهميني دي اكريليك ماتيريال او دي ريزن او ده كومبوزيت ايا كان، مش هو ده السيراميك، لا
كتيره مش هي دي الفاينل، بس لازم يشوف بعينه. وانت بعد ما تحطي الموقع حاله اوريدي معموله، يعني هتجيبوا له كاست، الكاست ده عليه فينيرز مثلا، الفينير دي سيراميك، هتقولي له الماتيريال كده واللمعه بتاعتها كده والترانسبيرنسي بتاعتها كده. لكن اللي بقى حضرتك احنا بنشوف شكل بس، موكب يعني شكل فقط، لكن الماتيريال باللمعه بالشفافيه بالحاجات دي هتشوفها زي كده. لازم يبقى شايف، لازم يبقى عندك سكرين في الكلينيك بتاعتك فيها الحالات بتاعتك اللي انت عملتيها، الفاينل ريزلت نتيجه انها شكلها عامل ازاي، هتقولي له هي شكلها عامل كده. لا دي فروقات مهمه جدا، ولازم العيان يشوف. العين بتقتنع اكتر 100 مره من الكلام، صح كده؟ اوكي صح. اه ما يشوف بنفسه طيب الاختلاف مثلا بيشنت مثلا عندهم دايستما كلور، يعني عندهم حالات مالتيبل دايستما وقفلناها بفينيرز او كومبوزيت او كده، و قولي تاني معلش بيشنت عندهم يعني ايه؟ في بيشنت مثلا عندهم مالتيبل دايستما، والافضل ليهم بعد ما ناقشنا تريتمنت بلاننج ان الاحسن ان احنا نعمل لها ايثابيك بلاننج بالفينيرز احسن من ان احنا نعملها اورثودونتيك تريتمنت نتيجه مثلا التور سايز او وات ايفر. والبيشنت ده بيحس بفرق فظيع كده، ان هو بيبقى متعود ان بقه فيه فراغات كتير وفجاه الدنيا قفلت. طبعا فعشان كده بيتخض. اول كومنت هيقوله البيشنت بتاع الدايستمس ده ان انا حاسس ان اسناني كبرت. تمام، ده اول كومنت هتسمعيه. طبعا اول حل للمشكله دي هو الموكب، فهو هيبدا بالموكب يتعود. تاني حاجه بقى بنعملها ايه؟ بصي بقى اللاين انجلز بتاع الفينيرز او الكراونز ايا كان انت هتعمل له ايه، لازم تبقى سيفيرلي راوند، لازم تبقى راوند جدا، لان الراونديشن بتاع اللاين انجل ده هيدي احساس السلام اقل عرضه، غير لما تبقى اللاين انجلز تبقى شاور باللاين انجل، ساعتها العين فعلا هيبقى حاسس ان سنه عريض. الراونديشن بتاع اللاين انجل هيقول لك ممكن سناني يا دكتور حاسس سناني كبرت، ولكن هتبقى اقل وطأة، يعني العين مش هيبقى متضايق قوي زي ما انتم متخيلين. دي نقطه مهمه جدا، وده في الموكب مهم جدا. نلعب في اللاين انجلز، نلعب في الانسايزال امبيجرز، الحاجات دي عشان ندي الوجن ان السنان اصغر، فبالتالي بس ما تلعبيش في الانسايزال امبريجر قوي بصراحه. بلاش تلعبي في الانسايزال امبريجر قوي، خلي الموضوع يبقى بسيط. الانسايزال امبريجر لما بتتفتح زياده على اللزوم التكنيكال ما بتبقاش حلوه. يعني انا سوري يا جماعه، بس الناس بتاعي مش عارفه، انا في حفله وحفله مهمه والحفله اتاخرت، فعشان كده الجد صوت عالي. انا بس كسبت اعتذر النهارده لان كان هيبقى شكلي وحش جدا. انا هطلع طلعت معاك النهارده عشان اقول لكم بس شويه حاجات، واوعدكم هيبقى لينا لايف وهعمله ان شاء الله من العياده، وهبقى الحالات اللي انا عاملها هتشوفوها ان شاء الله على السكرين عندي، وعايز نبقى نتناقش احنا بقى في الحالات دي. يعني هعرض لكم الحالات على السكرينز اللي عندي في العياده، وهتبداوا تشوفوا الحالات اللي بتناقش فيها. وعلى فكره انا حابب اسمع رايكم جدا. انا بالنسبه لي بحب الاجيال الجديده اللي طالعه دي، اللي عندكم حماس. انا اصلا حابب الحماس ده، فسوري النهارده للصوت العالي، سوري ان انا ما عرفتش افضي نفسي قوي. الحفله دي انا المفروض معزوم فيها بقالي شهر، فسوري ان انا عملت كده. بس اوعدكم نكست ويك او في الميعاد اللي احنا هنتفق عليه مع بعض، ان احنا يبقى بينا لايف كده وانا في المكتب، نبدا نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. على يا نفس نورتنا خالص يا دكتور محمد، واتشرفنا بحضرتك. متشكر جدا، نورتنا بجد. انت هتتعوض المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. ثانك يو. باي باي. نورتنا. باي باي.